لقناة وموقع سوس بيس الإخبارية. مرحبا بكم معنا في لقاء خاص وحوار خاص نناقش فيه موضوع الانتخابات المهنية، وبالتحديد غرفة الصناعة التقليدية. في هذا السياق يحضر معنا السيد يوسف الباز، رئيس جمعية مهنية الصياغيين، وكذلك وكيل لائحة الأمل بدائرة إنسكان إتلاف. فإحنا خصنا نمشيو بالإشكالات ديالنا، بملفات، بدراسات، ونقولوا إحنا الواقع ديالنا ها هو، وها الواقع ديال هاد المهن في دول أخرى، وإلا درنا هاد البرنامج وهاد البرنامج وهاد البرنامج، القطاعات ديالنا راه قادرة باش تشغل يدعم مجموعة من البرامج انطلاقة، مجموعة من البرامج اللي هي دارت القطاعات أخرى، ولكن ما كيمنعش أنها تستغل من القطاعات الصناعة التقليدية باش يتهيئ، وخصنا نتحملوا المسؤولية ديالنا كمهنيين، ما غتطلبش منا الشيء الكثير. أدعوكم جميعا للتصويت في الإقليم ديالنا ديال إنسكان إتبلول، للتصويت على لائحة الأمل اللي الرمز ديالها النجم. والسلام عليكم ورحمة الله.